بلد في تطور وفي انفتاح، كيف بينظروا إليك بكذا حدثك منك كندية، وخصوصا أنك أصدرت هذا الكتاب؟ كيف كانت تعطيتهم إليك ولا الكتاب؟ الكندية كتير حبوا كتابي، ليش ما بيوقفوا على أشياء سخيفة وتافهة، يعني ما بيوقفوا على أساس أنه حكيت حياتي الشخصية، هيدي ما بتأثر فيهم، يعني شافوا شيء أكثر من هيك، التفكير يلي عطيتهم إياه واللي مريت فيه هيدا بهمهم أكثر. و سيت ان ليفر ليترير كي بلو دو سو كوتي اوسي، كتاب أدبي أكيد، كتاب أدبي معناتها ما بيوقفوا على الأشياء يلي جبرت أحكي فيها على حياتي الشخصية، شافوا القيمة الأدبية، شافوا القيمة الأدبية في أكثر من غير محل. هلا تشوف بلبنان كيف شو بده يشوف؟ أنا هيدا اللي بدي أسألك، أنت شو رأيك إنه ممكن مثل ما بتعرفي المجتمع اللبناني، وكتابك جريء وكتابك كثير صريح نابع يعني صرخة من القلب، كيف ممكن يعني بدو القراء اللبنانيين رح ينتقدوا؟ في اكيد يصير كثير انتقادات، ليش بعدنا هون بعدهم عايشين افيك بوكو دو تابو ايسي، وفي كثير ممنوعات، وفي كثير تراديسيون وكثير كونسيرف، يعني لي كونسيرفاتور اكيد رح ينتقدوا. اكيد عم بستنى كثير انتقادات من هون. ولكن كتاب حلو كثير، يعني اي شيء بيصدر ان كان كتاب او ان كان يعني شيء يعني مانو تقليدي، كله كله بيجيب انتقادات، كل الناس بدها تنتقد، ولكن الانتقاد بتسوق انه هيدا شيء، هذا شيء بيخلي واحد يقدر يتقدم اكيد، لانه اذا قطع مرور الكرام الكتاب ما بيكون اخذ اكيد يعني نجاح النجاح اللازم. هلا ليه انت بترجع بتخبري انه بكتابك انه الظروف شاءت انه جوزك اللي انت انفصلتي عنه يمرض، وانك انت ترجعي تقرري انك ترجعي تكوني حده بوقت مرضه، وقت صعب كان. صح. طب كيف فيك تفسري هالشعور الانزعاج، وبذات الوقت بكل هالاقتناع اللي عندك انك تكوني موجوده حد هذا الانسان اللي من كم سنه انت قررتي انك تنفصلي عنه؟ مكان الوقت مرق كمان، والوقت كثير بيأثر. صح. جافي بزوان ديسباس ان بو بور فوار لي شوز. بعدين بعد هالوقت وقت رجع مرت كنت ما كنت مضايقه ابدا. يعني انت حسيتي حالك انك قادره؟ قادره ارجع يعني. اكيد يمكن لو مرت دغري من بعد الانفصال. لا ما كنت قدرت، اكيد ما كنت قدرت وقتها. بس بدي كان ريكول، ولازم كان في شوية وقت اقدر ارجع اهتم فيه. نعم. حد بتقولي بالكتاب انه اجمل شعور عندك هو شعور الامومه، وبنعرف انك عندك ثلاث اولاد. هل هو شعور الامومه هو شعور حسيتي فيه السعاده، بالسعاده التامه؟ لا اكيد هو شعور كثير مهم بحياه الام، بس مو سعاده تامه، في بتم اشياء ناقصه وقت حتى مشان المره. نعم. مثل شو ممكن يكمل هيك لحظه؟ لحظة أمومة. لحظة أمومة؟ هذا سؤال كثير حرج. لا ما اون جينيرال، يعني شو ممكن المرة تحس إذا عندها ولد، وهذا هيدا يمكن أنا هذه لحظة مهمة كثير كثير، بتصور السعادة بتكون بأوجه. أوجه أكيد. نعم. أكيد بس شو؟ مشان المرة يعني إنه بدها أكثر من هيك، يعني تكون حقيقة سعيدة بحياتها. يمكن يكون كمان عندها الحب. الحب أكيد. هيدا كمان محب والمساندة، كله هيدا كمان مهم، مع إنه الأمومة كثير كثير مهمة مشاني. شو الحب شو بنظرك؟ الحب حلو كثير وقت اثنين بيقدروا يلتقوا مع بعضهم ويتفقوا، ما في أحلى منه الحب. بس كثير قليل تيسائب انه اثنين حقيقة خرج بعضهم ويكونوا فيزيونيل ويلتقوا بالوقت المناسب. نعم. يعني في اثنين فينهم يلتقوا مع بعضهم بس ما بيكون وقت مناسب، ما بيقدروا يندمجوا. صح. طب وشو الزواج بنظرك؟ الزواج بشوفه صعب، انا زواج واحد يعيش اثنين مع لا في ادو تري ديفيسيل. نعم. كيف ما كانت اللي تري ديفيسيل. نعم. من هيك يمكن وقت نلاقي من بعد مرور السنين بعد ازواج مع بعضهم مشان هيدي في طلاق وفي كثير هيدا. ليش الحياه صعبه والانسان بيتغير، ويلي واحد بيحبه ب 20 سنه بال 30 ما بقى بيعود بيحبه، بكون كل شيء بيتغير بالانسان، بقى هيدا الصعب كثير، الزواج صعب. نعم. بنشعر اكيد من خلال قراءه كتابك انه انت حضرتك مثل كانك سجينه وعم تنشدي بالحريه.
قد ايه مهمه الحريه بحياتك وشو هي مهمة. الحريه؟ مشان الحريه كثير مهمه. وشو هي الحريه؟ شو بتتجسد؟ الحريه سيت ان شوا كون بو فير، سيت ان شوا انه واحد يقرر ياخذ يقرر مصيره بلا ما يكون مأثر بالمجتمع وبالشو العالم بيفكروا فيه وشو لي بريجوجي تو سا. يعني واحد يقدر ياخذ قراره حسب هو مقتنعاته، هو شو مقتنع بشو مقتنع بدون ما يفكر شو غيره ممكن شو غيره من هيدا وشو المجتمع بيفكر وشو المجتمع هو اللي بيقول له لازم يعمل. يعني يكون متحرر من متحرر من المجتمع الحوالي، مجتمع يكون متحرر. نعم. يكون حسب الكونفيكسيون تبعه يمشي. نعم. وهيدا الحرية بتصور هذا شيء صعب كمان بالشرق، يعني بالشرق اصعب من غير محل اكيد. صح. غير محل ما حدا ما بيتاثروا كثير بالمجتمع وبتفكير أكيد. الغير وهي ما بيتاثروا. نعم. بكندا ما بيتاثروا بهيك شيء، كل واحد عايش حياته مثل ما بده. بتصور هيدي اهم من الامور، هيدي كثير مهمه. هيدي كثير مهمه، ليش؟ بيكون واحد على حقيقته بيعيش الحياه اللي بده اياها يلي هو قرر يعملها. صح صح. اليوم بتحكي انت بالكتاب انه عم تعيشي مثل نوع يمكن من الوحده اللي انت قررتي يمكن تعيشيها، ولكن كيف عم تعيشي هالوحده؟ وهل انت بتحبي تكوني وحيده او لانه هالظروف شاءت انك تكوني وحيده، او شو ممكن انت تستنتجي من هالوحده اللي انسان ممكن يوصل له؟ يعني لا، الظروف خلتني اكون بهالوحده. انا ما بطبعي ما انه اكون لحالي، يعني الوحدة يعني ما كثير بحب أعيش لحالي، بس كمان الوحدة كل واحد بيقدر يحس فيها بأي وضع ما كان، بيكون العائلة وكلهم، وإذا اعتاز حدا وما شاف حدا حده بيكون كمان وحيد. نعم. يعني الوحدة ما بس واحد يعيش لحاله. نعم صح، فيكون وحيد وحدا حواليه كثير عالم. أكيد صح. طب لو هيدا آخر سؤال بحب أسألك إياه، إنه لو إجت الفرصة إنك تعيشي من جديد حياتك، شو اللي بتحبي تغيري فيها؟ أول شغلة وأهم شيء إنه يكون عندي كارير، يكون عندي شغل مهنة حبها وكون مبسوطة فيها واشتغل فيها. هيدي كتير 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 مهمة مشان كل مرة بعتقد. نعم. كتير مهمة هيدي. نعم. بتعمل توازن بالحياة. نعم. بعدين كتير هيدي رسالة لكل امرأة أكيد ممكن أكيد. تقطع هيدي كتير مهمة بحياتها. بتكون أول شيء حرة أكثر تقدر تقرر مصيرها، بيكون حياتها ما كله عائلتها وأولادها، تكون عندها إيفنتاي كثير أكبر مشان تكون مبسوطة بحياتها، وهذا كثير مهم. وأنت بعتقد عندك هالمهنة وكثير عملتي منيح تشتغلي. أنا بتشكرك سلوى جرجوكي، حديث من القلب للقلب. أنا بتشكرك حضورك معنا. ميرسي كرم. وموفقة للكتاب بلبنان. ميرسي. موفقة بحياتك. ميرسي. إن شاء الله. مشاهدي الكرام، قبل ما أختم كتاب بحب أرجع أذكر بس بالمسابقة اللي أطلقتها دار نشر الدرغام، اللي هو رواية بوليسية، واللي قد ما صار في طلب ما عادت بس باللغة الفرنسية ولكن كمان باللغة العربية، وبتصور أنه عم بيقطع